الحصاد ديال الجزائر اللي صدعوا لنا به راسنا الحصاد والكميه الهائله والذكاء الاصطناعي حتى عبد المجيد تبونش نقريحه اجي نوريكم الكميه ديال الحصاد برايا والعالم الجزائري وبمره تقول لك بانه حصاد في الجزائر. شوفوا معايا أمي أمي تهذا هو الحصاد تهذا هي الكمية الوفيرة تهذا أن الجزائر أصبحت دولة تحقق الاكتفاء الذاتي تخط واحد ضربة الماكينة قال لك عندهم الحصاد المهم على الحصاد في الجزائر. إخواني أخواتي تفضلوا للبقاء معنا سنكتشف ونكشف حقائق الحصاد بالجزائر ما بين كذبة عبد المجيد تبون وفرحه والذكاء الاصطناعي الذي سوق للعالم و اقتناء أزيد من 50,000 طن من القمح الليين عبر مينائين المغرب أولا ولا غالبا إلى الله. هذا محدثكم هشام خضري عبر قنوات هشام خضري أشكال نيوز. يعلم الله كم أحبك يا وطني ويعلم الله كم أدافع عنك يا رفيع عنك يا وطن. واني ما تنسوش عاش المغرب ولا عاش من خانة لا عاش من خانة خيانة داخل والخارج. إذا بداوا الفيديو الإخوان والأخوات الحصاد في الجزائر كمية هائلة من المحصول من القمح الذي حققته الجزائر في ولاية خنشلة وأدرار وعند فلا وإلى غير ذلك. ولكن واش هذا بالصح هو الحصاد خط ولكن فجيت شفت لقيت بأن واحد العينة جديدة ديال القمح تزرعها في الجزائر وداروا في هذا الخطيط هذا وشبعوها ما وشربوها ما وجعل الله الخير. أنا ماشي ضد أن الجزائر يكون فيها الاكتفاء الذاتي من القمح. أنا ماشي ضد الدول العربية تحقق الاكتفاء ديالي من ديالها من القمح والشعير. أنا ماشي ضد أن الدول تخدم ولكن أنا ضد الكذب واستعمال الذكاء الاصطناعي من أجل الترويج لعهدة ثانية لعبد المجيد تبون الذي جعل شنقريحة فرحا. الفرحة ديال عبد المجيد تبون والضحكة ديال شنقريحة والضحك على الجزائريين والضحك على الجزائريين والضحك على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري يستحق كل الخير لأن ما يجمع ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي أكثر ما يفرق. الشعوب العربية تستحق كل خير والشعب الجزائري ولكن الكذوب ديال العصابة الكذوب ديال الحكام ديال الجزائر التسويق إعلاميا التسويق للعالم بأن الجزائر تفعل هذه ولا تفعل هذه وأن الجزائر مكتفية هنا وأن الجزائر أصبحت قارة كما قال عبد المجيد تبون الجزائر قارة ولا حد في الدول يمكن يدير كما دارت الجزائر وراني شاد الحجرة واللي خرج على الصف نعطيه. كاين ما يتقال كثير ما يتقال عبد المجيد تبون ولكن ما كان باش نطول معكم كندير لكم فيديوهات قصار باش نبقاو قرام لبعضياتنا. كان معكم هشام خضري محدثكم عبر قنوات التواصل الاجتماعي هشام خضري أشكال نيوز. إعجاب متابعة الحساب ما تحرمناش من التعليق والبارتاج تنقلها للأحباء ديالي والأصدقاء ديالي. وإلا كنتي دخلتي انت وكتقول بأنني أنا ترغبك الكرغولي باش دير لي متابعة وتبشترك إلا ما عجبكش المحتوى ولا إلا ما قصحكش نعرفكم هاد البارتاج. خليتكم على خير بالسلام عليكم إلى اللقاء.